بدأ العد التنازلي على بداية موسم مسلسلات رمضان 2023، واللي شكله هيكون مليان مفاجآت وسط ما الفنانين ملخومين بالتحضيرات في أخبار كتير متداولة كفيلة إنها تخلي موسم رمضان السنة دي على صفيح ساخن، زي إن الفنانة دنيا سمير غانم هترجع تاني تشارك في الجزء السابع من مسلسل الكبير. رجوع الفنانة دنيا سمير غانم للظهور بشخصية هدية في مسلسل الكبير الجزء السابع عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والجمهور اتقسم لجزئين، جزء فرحان برجوعها وإنها كانت عاملة ثنائية جامدة جدا مع أحمد مكي في الأربع أجزاء الأولى من المسلسل، وجزء تاني حيران من مصير شخصية مربوحة اللي قدمتها الفنانة رحمة أحمد وكسرت الدنيا في الجزء السادس في رمضان اللي فات. طب إيه بقى اللي هيحصل بالظبط؟ أنا مريم مجدي ويلا نعرف في الفيديو ده. أبطال مسلسل الكبير قوي الموسم السابع بيوصلوا استعداداتهم لموسم رمضان 2023، والمشاهد اللي بتتصور دلوقتي في ديكور المزاريطة بتجمع الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد، واللي انتشر الساعات الأخيرة إن في مفاوضات جادة للتعاقد مع الفنانة دنيا سمير غانم للظهور كضيفة شرف في الجزء السابع من مسلسل كبير قوي، بس لسه دنيا ما وافقتش على العرض لحد دلوقتي. كواليس المشاهد الأولى من تصوير الجزء السابع في مسلسل الكبير اتسببت في حالة غضب كبيرة من العاملين في المسلسل بعد ما حسوا إن في تغييرات كتيرة حصلت على شخصية مربوحة اللي بتقدمها الفنانة رحمة أحمد واللي حققت نجاح كبير جدا في الجزء السادس وكانت متصدرة الترند طول الموسم الرمضاني اللي فات. الجزء السابع من الكبير هيشهد انضمام الفنان القدير كمال أبو ريا في عدد من الحلقات يعني كضيف شرف، وهيتقدم لخطبة الكبيرة فحت وعمه الكبير واللي بتقدمها الفنانة سما إبراهيم علشان يحصل بينهم مواقف كوميدية هتنتهي بجوازهم. لوكيشن تصوير الجزء السابع من مسلسل الكبير شهد حالة من الغضب، وأبطال العمل لقوا نفسهم إنهم في مأزق كبير جدا بعد ما اكتشفوا إن سيناريو المسلسل لسه مخلصش لحد دلوقتي، وإن كل المشاهد اللي بتتصور مجرد مشاهد عامة في المزاريطة، ومعظم الممثلين ما عندهمش رؤية واضحة عن الدور اللي هيقدموه. الكبير مسلسل اجتماعي كوميدي قصته بتدور في أحد قرى الصعيد اللي هي المزاريطة، وعمدتها اللي اتجوز من أمريكية وخلف منها 3 توائم، الأول اتربى في الصعيد واللي هو الكبير، والتاني في أمريكا اللي هو جون، والأخير في القاهرة اللي هو حزلقون، وبتدور بينهم مواقف كوميدية بسبب التنافس بينهم على العمودية، والأربع أدوار قدمهم الفنان أحمد مكي. مسلسل الكبير الجزء السابع هيقوم ببطولته الفنان أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل، وطبعاً رحمة أحمد وسما إبراهيم ومحمد أوتاكا، وانضم ليهم مؤخراً الفنان كمال أبو ريا، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي. وبينتظر أبطال المسلسل حسم الفنانة دنيا سمير غانم موقفها للمشاركة في الجزء السابع من عدمه علشان استكمال السيناريو الخاص بأدوارهم وكمان استئناف تصوير مشاهدهم. انت كمان شاركنا برأيك وقول لنا مستني الجزء الجديد من المسلسل ولا ايه الكلام؟